أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. شايفين شباب، مثل ما قلتلكم لعبة الجواكر كتير صعبة، يعني هاي اللعبة تعتبر من أصعب الألعاب. لحتى تصيروا حليفة مثلي لازم تسمعوا كل شي بقولكم عليه. يا عيني عليك، شايف شلون عطيها هاي أكله أنا بطني ليش هيك عم تقرقع؟ جوعان كتير. احسن شيء ما اجيب لي عنده 200 اكرون احسن من اللعبه. لك انا وين رايح؟ اذا امي قافله 15 قفل على الباب، انا شو بدي اطلع برا؟ وبعدين اذا بتشوف عنده امي معي بالبيت بتطربشني الطربش، ولك تطحن عظامي بتعمل مني صحن بطاطا مقليه. شو بدي اعمل؟ وبدي تليفون جديد كمان، ما عم جيب تليفون جديد، هالتليفون عم جمد كثير، ما عم بحسب العب فيه. انا لازم الاقي حل اخليهم يجيبوا لي اندومي وتليفون جديد وكل شيء بقلن عليه. بس شلون لا، وهذكر فيه الاجدب راح اشتري ايفون 12 ابو بروك بزلني فيه كل شوي فرجيني. والله اللعبه بالايفون كتير حلوه، والله الصوره بالايفون كتير حلوه. بنعرف الصوره بالايفون حلوه لكن ما حلوه. ايش لازم اعمل؟ لقطه يا عيني عليك، ما في غير حل. بس ان شاء الله يكونوا تافهين ويقبل بدي راح اقلن عليه ان شاء الله. منيح انت هون. نعم، ايش بدك ولاك؟ كلمة وحدة وما رح اتراجع عنها طاول. فيك تعتبره اجتماع طارئ. هلا بمعيتك تندهلي للعيلة كلياتها، خلي يجوا كلياتهم لهون، بدي احكي معكم شغلة ضرورية كتير وما بتتأجل طاول. وايش هالشغلة اللي كلها ضرورية وما بتتأجل معاه؟ الا تستعجل على رزقك، ما انت هيك رح تعرف بالاخير. ماما، خدوج، مجودة، تفضلوا لعنا لهون. هي علينا. ايش بدك ولك؟ ليش عم تعيط؟ ولك يلا جي سبكون، كل واحد نايم ما بتخلوا حدا ينام. يلا بما اني جيت رفقاتي كلياتكم، كل شي حدا بحب مجوده بدي اياكم اشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. يلا كلياتكم اشتركوا وحطوا لايك، وانتو ايش بدكم كمان؟ الله يلا خلصونا بقى. لك بكون الواحد عم بيشتغل بيجي بمسك التليفون شوي بتقولوا له طول النهار بينك ماسك التليفون، ايش اشتغلت ما بتشوف؟ تجوا هلا تصرخوا لي وتلكعوني، جاييني على الرحمن وعم بشتغل، ايش بدكم خير ان شاء الله؟ رح افهمكم ايش بكون؟ ايش رايكم كلياتنا هلا مع بعض نلعب لعبه مشتركه؟ يلعبوا فيك القرود السود. وايش هاللعبه ولك؟ شو؟ عن جد؟ ايه بنلعب. يلا ايه، لانه ناقصنا جد بني وتفاهه، لانه نحن ولك اينا لعبه ما لعبه. لك وقت بقلكن انه انتو عيله تافهه ما بتصدقوا. طولي بالك ماما، انتي ام التفاهه، طولي لي بالك. راح اخبركن هلا مين منكن بده ينتقم مني، مين منكن جاي على باله يزلني وما عم بحسن، مين منكن جاي على باله هيك يعمل فيني اللي بده اياه، يعمل كل شي بيخطر بباله يعمله فيني، مين جاي على باله ينتقم مني؟ انا شو هاد؟ كلكم بدكم تذلوني؟ لا، واضح محبتكم الي واضحه زياده. بس معلش يا سيدي، اللعبه على الشكل التالي، انا رايح اسال كل واحد فيكم سؤال، واللي بجاوب صح راح يتحكم فيني لمده 24 ساعه، اللي بيخطر على باله يساوي فيني، ان شاء الله تذلوني، ان شاء الله تدعوسوني باجريكم ما راح ازعل، كل شيء بتطلبوه راح يحضر، بس بالمقابل اذا جاوبتوا على السؤال غلط انا رايح اتحكم فيكم لمده 12 ساعه بس. شايفين ايش قلبي طيب؟ راح اطلب منكم شغلات كتير بسيطه يعني، وشغلات تافهه ما بينحكى فيها يعني، بس بالمقابل انتم اذا جاوبتوا صح راح تذلوني وراح تعملوا فيني كل شيء بدكم اياه. فكروا منيح بقى. والله شيء حلو، ليش الكذب؟ ايه طالما في عذاب ومرمطه لك انا موافقه. ايه والله العظيم، لا خليك تمسح درج بناي كلياته من فوق لتحت بلسانك، ولا خليك تجلي جري البيت كلياته، ولا خليك تغسل غسيل البيت العناصر البيت كلياتهم على ايدك ما بغسلها كمان. موافقه. وانا شاطر بالاسئله. موافق. وانا هيك صغير اكيد ربعنا ما رح يصعب الاسئله عليك. موافق. وقفت علي. موافقه، العين تطرقكم خلصونا. يا عيني عليكم. منبلش السؤال الاول من عم الجودة. ليش بدك بلش من عندي؟ يعني بلش من عند غيري، ليش بلش من عندي؟ يلا ماشي موافق،
انا هيك هيك راح اتحكم فيك يعني سؤال. بدك تتحكم فيني؟ ماشي يا سيدي. السؤال بقول الديك اشو بيض؟ بسرعة جاوبني. الديك؟ الديك الديك لك اشو السؤال التافح متك عبادة؟ معروفة الديك ببيض بيض. لا ما حزرت غلط. اشو غلط؟ معناتها بيض بلدورة. بلدورة يا فهمان؟ بقي معك خيار واحد بس وبتخسر. شغل مخك. والله عجزت. معناتها ببيض ليمون كمان. لا غلط. ايش رايك اني لاشوف؟ بس عندك خلصت واخترت كمان. رح اتحكم فيك هلا لمده 12 ساعه. خليك عزي ما عرفت تجاوب يا فهمان. بننتقل هلا لعند البابا. بابا شايف قد اسئله سهله؟ اسئله سهله كتير. وما رح اغير لك سؤال. السؤال نفسه رح اسالك اياه. اكيد سؤال سهل. جاوبني عليه بابا. كتير 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 اسئله سهله. كتير اسئله سهله. بس انا برايي بدل السؤال. بدي شيء اصعب من هيك. بدي شيء احس فيه انه اصعب من هيك. يعني ما حلو سالت سؤال لاصغر واحد من ولادي تسالني يعني كرمال العالم. مو حلوه يعني. بدل السؤال بالله. ماشي يا سيدي. رايح اغير لك السؤال. مجودة لا تهرب. خليك على السيق. هلا بفرجيك ايش رح اعمل فيك انا. قولي ايش بده يعمل فيني هلا انا؟ الله يكون بعونك يا مجودة. هلا هذا صعيدني بس لا بعرفه ولا بيعرفني. غدار. يلا بابا السؤال بقول الزلحفة ايش بتشرب؟ بسرعة. قولك ايش هالسؤال المعفن المأمن متلك؟ ايه معروفة بسيطة. الزلحفة بتشرب لبن. غلط. لا على كيفك يعني الزلحفة بتشرب لبن. عم بقلك لا بابا. بقي عندك احتمال واحد. فكر على السوا. لا ما رح افكر. قوم اتاكد من جوابي. الزلحفة بتشرب لبن. لا يا لبن قلت لي. خاصين نحن اللي بنشرب لبن مو الزلحفة. الزلحفة ما بتقدر تشرب غير مي لانه معدتها ما بتستقبل غير المي. وهي خسرت كمان. صفلي جنب مجودة على جناب. مجودة انت والبابا هلا راح اتحكم فيكم لمدة 12 ساعة. خلصنا منكم. هلا منروح لعند مامي حبيبتي. اسأل اسأل اسأل. انا بعمري ما خسرت. بس خلاص ما بقى في احتمالات طويل. خسرتوا كلياتكم ولك تعبتوني. ما توقعتكم كل هاد اغبياء. قصدي ما توقعتكم كل هاد بتعرفوا بالاسئله. هلا صار لازم اتحكم فيكم لمده 12 ساعه لانه ما عرفتوا تجاوبوا. موافق بابا؟ امي قدوج برغي مجوده موافقه. موافقه لانك فزت. برافو عليك. شوف ايش بدك لحتى نعمل لك. يخرب بيتك من حوالك على الوطن وبرطنا ياها. طوب خلصنا. طوب خلصنا. انت فزت اليوم. بس بكرة رح ازلك زلة الكليب. رح ازلك زلة. طول بالك. طوب هلا شوف طوب. انا ما بدي لان من اول قلت لكم انا ما بدي العاب. نعم ايش امرتي انسة؟ ما قلت شي. طوب خلصنا. تروح خنق قولك انفلق وبقى لهالبحصة وقلنا بقى خلصنا. بس لا تنسى في بكرة. ها في بكرة. طالما في بكرة كمان لعبة وانا رح افوز ماشي موافق. طبعا طبعا اذا حبيتوا الفكرة كل يوم نصير نلعب وكل يوم رح يصير في واحد من بناتنا رح ينزل. وليه بس ما اخسر شي نار والله يمكن يلبوا فيني العروض السود. منبلش والله من عند امي. امي انا بدي اندومي. ايش بدك ولك مستر ماوي؟ لا ما حزرت. ما في. شايف بابا شايف؟ إذا ما نفذ والله بكره ما في لعبة. ها؟ يعني ما حلعب معكم؟ تصطفلوا. خلصنا عم عبادة. مرقلنا إياها اليوم بس خلي يجيب أندومي. أنا متحمس لبكره كتير. بدي أبهده. بدي أدعوسه. بدي أزله. مرقلنا إياها. ماشي. يوم ليك ويوم عليك. ما بتسمع أصالة إيش بتقول؟ يوم ليك ويوم عليك. مش كل يوم معك يوم. ده أنت جالك يوم. تنسى فيه النوم. لو تقي المظلوم هقول لك قوم. روح انضرب على قلبك
تجيب قدم بتاع روح. شو هاد؟ اروح؟ لا امي لا، انا ما راح اروح، انت راح تروحي تنزلي تجيبي لي اندومي وتدفعي حقهم من جيبك كمان، ومو وحده، كرتونه كامله الي وحده بس. كرتونه كامله كمان، كرتونه كامله ولك كمان. قال اجى بالك على المر، قال الامر منه شكيتك لواحد احد. ماشي شكرا امي، ثانك يو فيري ماتش، بنروح على عند بجوده. لا تخاف ما راح اعذبك كثير حبيبي يا عمرك. لك ايش بتعمل فيني انا؟ ها هلا بتروح بتفتح الدفتر وتجي لهون مباشرة، بدك تحفظ الأحرف كلياته من الألف للياء، والبابا هو اللي رح يراقبك، هذا رح يكون بمثابة عقاب لك، ما بصير تخربط ولا بحرف، بدي اياك تبصبن الأحرف بصم من الألف للياء. بابا أنت هذا واحد عقاب من عقاباتك، لسا في كمان تدخل عند البابا هون بتسمعوا ياهم كلياتهم، وبس خربطته بحرف واحد 10 عصي على إجري، وبس خربط عندك بابا. موافقين؟ بس هيك انت رح تفيده له ورح تفيدني لي كمان يا صدل. معلش مشان تعرف انا شو قلبي طيب. يا الله انا هدول شو بدي احفظهم كلياتهم؟ انت حمار عبادة حمار. خدوج مبارك نسيتك، مبارك مالي حاسس عليكي. يلا يا حلوة بتروحي يلا بتطيحي على غرفتي مباشرة، تفتحي الخزانة بتلاقي بالعين مجمع اكثر من 15 كيس شيبس، سيطرتي عم بجمع فيهم وعم بتكاسر اروح اكبهم، بتطالعيهم بتكبيهم وبتطالعي لبسي كلياته بتغسليه على ايدك وبتكويه وجاي بتطبقيه بالغرفه. غرفتي صار لاكثر من 3 سنين ما حدا كنسها ولا حدا نظف فيها شي طاول، بتطالعي التخت برا وبدي اياها هيك عم الفط الفط، بدي اياها عم تضوي ضوي، عم تلمع اكثر من وجهك. يلا يا حلوه. يا الله انا اول ما كان بدي العب، ان شاء الله لما يغمى علي من الريحه بتقرب جوا ريحه فطيس لعند غرفته. بابا منجي لعندك، انت فكرت حالك خلصت؟ ايش بدك مني لسه عم تاخذ ليش؟ طبعا رفقاتي كلياتهم معهم ايفونات وانا بدي واحد، بس ما بدي يعني اغلى واحد، انا قلبي عليك مشان تعرف انا شو قلبي طيب، ولك انا اصلا انا خساره بهي العيله، بدي اللي ارخص منه. مش قد بيطلع حقه يعني هذا الارخص منه؟ مو كثير، شغلت 10,000 بس. نعم ايش نعم ما نعم يعني ما بدك تنفذ؟ ايه تصطفي، انا رايح اقول لامي بعد كل العذاب اللي تعذبته ابوي ما عم بنفذ، جد شوف ايش رح تعمل فيك تصطفل. خلاص 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 امري لله، رح اسحب قرض واجيب لك اياه. بتسحب قرض بتسحب مرض، انا هاي ما هي شغلتي، انا اللي بعرفه بتجيب لي اياه وتدخل لي اياه على غرفتي، ما تاخر كثير انا عم اتصل بغرفتي. يس يس يس. ولك شلون هيك؟ ولك شلون هيك؟ قعدت اضحك عليهم كلياتهم، ولك بلفتهم كلياتهم بدون ما حدا ينتبه علي. يلا بسرعة كل واحد نفذ اللي قلت له عليه، ما بدي حدا يلعب طاول، امي جيب الاندومي تاعي بسرعة يلا. طقيت وطقيت صار اكلت اكثر من 10 اندومي، طلعت روحي كل وحدة حد أكثر من الثانية، بس لسا في كمان لسا الكرتونة مليانه، أنا لازم أخلصهم قبل ما يخلصوا 12 ساعة، لأنه إذا بخلصوا 12 ساعة أهلي برا رح يكسروني ولك رح يطربشوني رح يقطعوني شقف ونتف، أنا لازم أخلصهم، لا لازم أخلصهم قبل 12 ساعة، لسا في بنكهة الخضار، أنا الخضار مسا ما جربتهم بدي خضار كمان، قبل تخلصوا 12 ساعة ولي إذا خلصت أنا تدمرت. الريحة هاي ايش عم تعمل انت ولك بالمطبخ؟ يعني ايش بكون عم بعمل امي؟ عم بعمل اندومي اللي جبتي لي اياها انت، بس بصراحة طعمتها بتشهي، مو لانها اندومي ها، لانه جبتي لي اياها انت، وبما انك جيتي تعي سوي لي اياهم انت، لانه انا ماني نفس اسويهم، تعي. لا والله ما حسرت، ما راح اعمل شيء، ما بكفي متحمله هالريحة هاي، يخرب بيتك من اللي حوالك، ولك الريحة غابقة بالبيت كلياته. ايوه بلشنا نتقفقف، ايه مثل ما بدك امي، معناتها بكره ما في لعبه، ما في زل، ما راح اشارك معكم ها، تصطفلوا، الف حمد وشكر لك يا ربي ما انك خلصتني، الف حمد وشكر، ماشي 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 خلاص رايح اعمل لك اياها. بس الله لا يرحمني اذا برحمك عباده، الله لا يرحمني اذا برحمك، طول بالك، يا رب تسامحني مع اني حلفي يمين ما قرب على اندومي طاوله، بسيطه، بتشوف راح يجي دورك ها، روح هيك من خلطي لشوف. خلاص بس ولا لقمة هيك
كرتونة الأندومي خلصت. أنا لازم أخدي غفوة، أنام شوي، بعدين ألحق أفيق قبل ما تخلص الـ 12 ساعة، أفكر إيش بدي أعمل فيهم. مبارهم خلصوا للساعة، لسه في أكثر من 10 ساعات. غفوة ساعة بتضاع ما بتسوي شيء، ساعة بس، راجع لكم. إيه لا بقى، هذا شكله ابنك ما راح يفيق بالحسنة، كل واحد يجهز لي ايده لاشوف. يخرب بيتك، خليتني احط هذيك الحسبة حق تليفون. لك ايش بكون؟ ايش في ايش عم بصير معكم؟ قومي مشان نسألك يا ابن الصرماي. لك ايش بكون تسألوني ما تسألوني؟ على القليل لسه في أكثر من 8 ساعات. يو 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 ليش ما حدا قال له؟ لا امي ما حدا قال له. لا 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 خلص انا بقول له والله يا حبيب الماما ال 12 ساعة اللي انت بدك تتحكم فيهم فينا خلصوا وراحت عليك نومة يا فهمان، وتركناك ساعة زيادة كمان نايم لوقت ما بركنا نحن كلياتنا مع بعض وخططنا وفكرنا ايش بدنا نسألك الاسئلة. مشان هيك قمنا وجهزلي حالك بقى. راح الوقت كله؟ شو راحت عليك نومة لسه الساعة بس؟ ليش فرن التليفون؟ ايه ماشي بتسألوني بس انا لازم اول شيء اكل، لانه انا اذا ما اكلت ما بعرف اركز، شو بدي اجاوبكم؟ اكل ما في، وراح نسألك الاسئلة وهلا وانت وعالتخت. خلص اسألوا، بس اسئلة سهلة ها؟ متى سألكم يا شو سألتكم اسئلة سهلة؟ اسألوا يلا، ولو كثير سهلة، اصلا اسئلتنا ما في اسهل منها. يا ابن الصرامي خليتني اجيب كرتونة اندومي، حلفة يمين ما دخلها على البيت خليتني اجيبها، والله نهريك هري. بلش حجي نعيوني بتأمري أمر، جاوبني أشوفوا لك كم عدد نجوم السماء؟ كم عدد سكان الصين؟ كم مرة دخلت على الحمام من وقت ما خلقت وجيت عدنا لهلا؟ أيوة ووصل الدور هلا لعندي. شوف بقى يا روحي، بتعرف كيس الرز اللي ببعتك تحت على الماركت تجيب لي إياه؟ هذا بطع فيه كيلو، بدي اياك تقولي هلا الكيلو كم حبة رز بتطع فيه؟ إلا بقى زودتوها، ايش هالاسئلة الصعبة هاي؟ في حدا في انسان على وجه الكرة الأرضية بيعرف يجاوب الأسئلة اللي جاوبتوها؟ ايوه الظاهر ما في أمل، انتو جيبوه وانتو انتظروني بحلقة جديدة، تعال هون ولاك.